هي الكهرباء حبيبي شلونك؟ أنا زين، تفضل. الكهرباء من بعد 2003 بعد احتلال العراق نعم ما صارت لها أي شارع. زين. يعني أي وزير كهرباء إجى من ذاك الوزير إياب السامرائي وطلعوا الأمريكان من السجين، وبعد الوزير الثاني والوزير الثالث الشهر الثاني قال إحنا نصدر 2013 وكل لقاء وياه بالعراق قال أنطيكم أوزع كهرباء. إي فما أي حل ما سووا. اي واجوا مهندسين، انا بدي احكي لك اكو مهندسين بالخارج جو من الغربه قالوا اكو الطاقه النظيفه وطاقه الشمسيه وطاقه ما حد ما اتخذ اي اجراء. خلصت طاقتنا وما جتنا طاقه. اي فظلت احنا ظلت على هاي المساله. نعم. مال استيراد الغاز من ايران والكهرباء ربط الاعتماد على الاعتماد على انه ناخذ غاز ونجيب مولدات غازيه وغيرها والاعتماد على موضوع الغاز. صحيح صحيح حكيت. فاحنا ايش نطلب؟ نطلب من سيد الكاظمي يكون يعني جدي بربط الكهرباء مع دول الخليج مع الاردن، ما نظل نعتمد بس على وهذا الموضوع يعني قيد التنفيذ انه راح يكون اكو ربط مع الخليج. فاحنا نشجع السيد الكاظمي على هذا الشيء حتى ما نظل بس احنا مرتبطين بايران. ايش قال ايران وحكي انت برايك وعد انه المشكله متعلقه بس بالغاز؟ احنا عندنا مشاكل كثيره. لا مو فقط الفساد، مو فقط المولدات، احنا صحيح كمنظومه صحيح. هي منظومه اصلا يعني منتهيه. صحيح حكيك صحيح. أنا بس احنا شنو احنا نقول لازم نتخذ اجراءات في الجديد. جيد جيد، اشكرك يا وعد، شكرا لاتصالك.